وزي ما احنا بنتحدث مع حضراتكم عن مشروع جمعية تيرول للفنون، هو نتاج نشاط المسرح الوطني اللبناني الذي أسسه المخرج قاسم اسطنبولي، والذي نتعرف منه عن هذا الترشح وأيضا دور الجمعية في حفظ التراث السينمائي اللبناني. صباح الخير أستاذ قاسم، ويعني مبروك لترشح لبنان لهذه الجائزة المهمة. وكما تحدثنا عن ترشيح جمعية تيرول للفنون ضمن القائمة المختصرة المرشحة للدورة الرابعة من جائزة إيكروما الشارقة، يعني لو تطلعنا أستاذ قاسم عن الترشيح وأهميته بالنسبة لعمل الجمعية، خاصة وأنها بتمثل أو هي ممثل للبنان في الجائزة. صباح الخير لحضراتكم ولجميع المشاهدين. أكيد طبعا رغم كل الجرح والحزن بلبنان، نحن يعني سعداء بهذا الترشح، أن يكون لبنان موجود ضمن القائمة المختصرة، وأنه هذا المشروع عم بيمثل لبنان بهذه الجائزة المهمة اللي هي بتصير كل سنتين، واللي بتحتفي بالمشاريع اللي بتحافظ على التراث الثقافي بالوطن العربي. طبعا هذه الجائزة اللي أسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، طبعا تحية لكل جهوده بالمنطقة العربية، إن كان على صعيد المسرح ولا الثقافة عموما والتراث العربي. فبالنسبة لنا طبعا بالوقت اللي اليوم العدوان عم يستهدف أثارات مدينة صور وبعلبك والأبنية الأثرية بمدن عديدة من النبطية وغيرها، هذا العدوان اللي عم يستهدف البشر والحجر وحتى الأموات، حتى المقابر يعني عم تستهدف، فهذا عدو للبشرية. بالنسبة لنا الترشح هذا المشروع في ظل العدوان على لبنان هو مهم، والتوقيت مهم جدا، وخصوصا أنه هذه الجائزة هي للحماية التراث والثقافي والهوية العربية. فتحية إلى جهود أعضاء جمعية تيرو للفنون ومجلس أمناء المسرح الوطني اللبناني وعملهم لمدة 10 سنوات على إعادة تأهيل 5 دور سينما مختلفة في لبنان، ونحن حاليا بسينما الأمبير في مدينة طرابلس اللي تعتبر أقدم سينما فاتحة في تاريخ لبنان من عام 1932. نعم أستاذ قاسم، لو تحدثنا عن جمعية تيرو وهي من أقدم الجمعيات كما ذكرت ولها دور كبير، ولو تحدثنا عن دورها في السينما، أي أبرز الأدوار في السينما اللي إعادة تأهيلها لتعود لدورها الثقافي؟ طبعا هذا المشروع اللي أعاد تأهيل 2 دور سينما بمدينة صور، سينما ريفوري والحمرة وسينما ستارز في النبطية وسينما الأمبير في مدينة طرابلس، وحاليا عم نقوم بإعادة تأهيل واحدة من أقدم دور السينما في لبنان، وهي سينما الكوليزي التاريخية في شارع الحمرة الشهير في مدينة بيروت. والأهم أنه هذه الدور تحولت إلى المسرح الوطني اللبناني كمسارح ودور سينما مجانية للناس، فيها مكتبة وفيها مقهى وفيها مسرح وسينما، وتنظم فيها ورش تدريبية مجانية للأطفال والشباب وعروض للأفلام السينمائية، وتنظم مهرجانات مسرح وسينما وحكواتي ورقص معاصر والعديد من الفعاليات. والأهم أنه أي إنسان بيقدر يستخدم هذا المسرح. وأهمية هذا المشروع هو أنه تفعيل اللامركزية الثقافية وتحقيق مبدأ الفن للجميع، وهذا الشيء المهم، أنه الفنون مش موجودة في مدينة، موجودة يعني المناطق المختلفة وصلة الوصل بين الجنوب والشمال، وهذا المهم اليوم، هذه البرمجة المشتركة بين صور والشمال، وإن شاء الله قريبا نقدر نفتتح المسرح في بيروت. وحاليا هذه المسارح تحولت إلى مراكز إيواء عم تستضيف العائلات والأهالي وبيت ضيافة إذا فينا نقول. هذا شيء مهم بهذه التجربة الإنسانية، إنه المسرح اليوم اللي تعودنا يكون في عرض مسرح، اليوم الناس عم تفرش فرشات وتنام على خشبات المسرح، ويكون المسرح بيت للناس يقدروا يأكلوا ويشربوا ويحسوا بكرامة وبعزة. هذا دور المسرح وهذا دور الثقافة، إنها تخدم الإنسان وتكون هدف إنساني، سواء من خلال الثقافة والفنون أو من خلال إنه يفتح الواحد بابه للناس خصوصا في ظل الحرب. نعم أستاذ قاسم، هناك منافسة كبيرة في تلك القائمة، حيث بيتنافس ما يقرب من 18 مشروعا متميزا من مصر والإمارات والبحرين وتونس والسعودية ودول عربية أخرى. كيف ترى هذا التنافس وأهميته لحفظ التراث العربي بشكل عام؟ هذا الشيء عظيم اليوم، أنه نحن بالدول العربية عم نقدر نحافظ على التراث الثقافي المعماري، ونشوف في أبنية عديدة تاريخية. يمكن نحن المشروع الوحيد اللي أكثر له علاقة بالسينما أو بالثقافة عموما بالنسبة لنا، هو مشروع
ثقافي تراثي، يعني ما انه مشروع تراثي بحت، ولكن ان شاء الله هو الترشح بحد ذاته هو جايز يعني بالنسبه لنا، والتواجد هو مهم. واكيد طبعا تحيه لكل المشاريع اللي موجوده وكل يعني الدول العربيه اللي طبعا عم تقوم بحمايه التراث، وهذا المهم. نحن اليوم نحافظ على تراثنا العربي، نحن مهددين كل يوم بهويتنا العربيه، وهذا المهم انه ننقل اعمالنا وتجربنا وارثنا وحضارتنا العربيه الى العالم. ونحن عندنا ارث وعندنا لغه عربيه عظيمه وعندنا تاريخ من الحضاره، نحن بظل الهجمه الكبيره على العالم العربي وعلى ارثنا، نحن بحاجه دائما نقاوم بالثقافه، وهذا جزء من المقاومه الثقافيه. طبعا المسرح دائما حيكون هو انتصار العلم على الجهل، ونبني اجيال في وطننا العربي بالمسرح وبالسينما وبالفنون المختلفه، وهذا دور الدول ودور المؤسسات والمجتمع المدني، انه دائما نشتغل حول الثقافه وحول العلم وحول التربيه والتنشئه بالفنون. شو حلو لما يكون المسرح دائما هو عم يجمع الناس، وهذا الشيء العظيم اليوم انه نحن في ظل ظروفنا الصعبه، الا انه لبنان موجود اليوم بهذه القائمه، ولبنان ان شاء الله يكون الحظ لهذا للمشروع اللبناني، ونقدر نهدي هذه الجائزه لكل الشهداء في لبنان، والى شهيده المسرح الطفلة سيلينا السمراء، وإلى شهيد جمعية طير الفنون سامر الشغري اللي للأسف استشهد من 4 أيام عبر غارة استهدفت عمله بمدينة سور. فنحن في ظل هذا الوجع عم نشعر بالأمل، وهذا الشيء عم يعطينا قوة، ولكن نحن هذا الشيء عم نقاوم، والأهم أنه نقاوم المحتل بالثقافة وبالفنون. صحيح أستاذ قاسم، وهنا يأتي دور الفن، وأنت حصلت على في السابق على جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة، ويعني الجائزة دي بدورتها كانت 19 لمجهوداتك المبذولة تجاه الحركة الثقافية بلبنان، سواء بإعادة فتح دور السينما المغلقة أو من خلال الورش التدريبية وفتح المسرح للاجئين. طبعا كل هذه الأدوار عظيمة، لو تحدثنا عن الدور الذي يلعبه الفن وسط الحروب التي تشهدها لبنان الآن. يعني نحن اليوم بحاجة الفن يضل يبلسم جراح الأهالي والأطفال. يعني أنا اليوم أتنقل بين مدينة سور وجنوبا وبين بيروت وبين طرابلس شمال لبنان، بتشوفي حجم الدمار وبتشوفي وجع الناس. الحلو أنه اليوم المسرح من أول لحظة فتح أبوابه، وعائلات كل يوم بيجوا عائلات مختلفة، كل الناس اليوم تعاني من الحرب، ولكن المسرح بضل مهم، وبضل نحن اليوم مثل ما بيقول الكاتب الفلسطيني سلمان النطور، بلا ذاكرة بتكون نطباع. ونحن بنشوف انه هذا المحتل اولا ما عنده تراث، ما عنده هوية، ما عنده تاريخ. هذه الدولة قديش عمرها؟ امام مدينة سور مثلا التاريخية اللي هي سابع اقدم مدينة بالتاريخ، نحن اليوم قدام عدو عم يسرق البلاط بالبيوت الفلسطينية. هلا كنت حضرتك عارضة تقرير عن سرقة الاثار بالبيوت والحفر اللي موجود، فنحن امام محتل، هو محتل وقح بيسرق وبقول له، ولكن نحن اصحاب الارض واصحاب التاريخ والكتب والثقافه وتوثيق اليوم السرديه الفلسطينيه والسرديه اللبنانيه. فاليوم عم نشوف انه اهالينا في غزه وفي جنوب لبنان عم يعملوا ملحمه انسانيه، عم بيعلموا البشريه عبر من الصمود ومن المقاومه ومن النضال. هذه رح توثق لاعمال مسرحيه وسينمائيه وشعريه والى كتب وروايات تحكي نضالات الناس. فالثقافة جزء لا يتجزأ من معاناة الناس، ونقل ومراية المجتمع وهويته، وهذا دور المسرح وهذا دور السينما اليوم، إنها تلعب هذا الدور في الحفاظ وفي نقل وفي توثيق الذاكرة ونقل المجتمع. صحيح أستاذ قاسم، يعني بالتأكيد الثقافة هي جزء من المجتمع وهويته كما ذكرت. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ قاسم اسطنبولي مؤسس المسرح الوطني اللبناني، كنت معنا من بيروت.